فكيف لوالد أن يفاضل بين حق ابنه بالعلم والوصول إلى المدرسة بأمان؟ ليست المفاضلة بهذه السهولة إذا ما انعدمت الحلول الأخرى، فالنقل المدرسي في لبنان يفتقد أدنى مقومات السلامة وسط غياب استراتيجية تنظم هذا القطاع. التنقل المدرسي بلبنان يعتبر تنقل غير آمن لعدة أمور بنواجهها بلبنان، مرتبطة بشكل كتير أساسي بعدم وجود استراتيجية وطنية على الصعيد الحكومي لتعالج هيدي المشكلة وتكون عم بتطبقها ضمن معايير لكل المدارس بلبنان. إضافة لهذا الشيء غياب تطبيق القانون على القانون 551 اللي هو مختص بسلامة التنقل المدرسي بلبنان، وطبعا الرقابة الكتير كبيرة والأساسية هي الرقابة المباشرة لازم تكون من إدارات المدارس ومن الأهل بشكل خاص. طلاب يتكدسون في حافلات قد لا تتسع لأقدامهم، بل إن بعضها لا يصلح أصلا للسير في الطرقات، هي وسائل النقل الخاص في مشهد يبدو مخالفة قانونية صارخة، لكنها لا تستوقف أعين الشرطة المرورية. القانون إذا ما في دقة بتنفيذه يعني بيضل حبر على ورق، ولذلك نحن دائما عم ندفع باتجاه أنه إذا بتريدوا تشددوا بالتنفيذ تشددوا بالتنفيذ. مدارس خاصة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة بادرت إلى اعتماد استراتيجية خاصة لضمان سلامة طلابها من المنزل حتى المدرسة. نحن عم نشتغل بسلامة مرورية، عم نشتغل يعني بباص، بشوفير، بتلميذ، بمدرسة، بجهات رسمية، عم نحاول كل هول الجهات يلي مرتبطين بالسلامة المرورية يكونوا شركة معنا بالشغل. عم نحاول نرفع مستوى الوعي عند السائق، عم نحاول نجدد بساطنا وصيانتهم تكون يومية ودورية، عم نشتغل مع التلاميذ بتوعية مباشرة. تبرر المدارس الخاصة الأخرى غياب عنصر السلامة المرورية في خططها إلى التكلفة الباهظة للأساطيل النموذجية، أما المؤسسات الرسمية فلا تعتبرها أزمة اجتماعية طارئة. ليست أزمة منفصلة، هي واحدة من حلقات أزمة السير في لبنان يفاقمها غياب الثقافة المرورية وإهمال مشترك بين الأهالي والمؤسسات التربوية. دارين الحلوة، سكاي نيوز عربية، بيروت.